إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. في هذا الفيديو بإذن الله سأتشارك معكم وصفة صحية وفعالة لإنقاص الوزن بدون مضاعفات أو أضرار صحية. تعددت وصفات إنقاص الوزن على قناتي وقد حصلت على مشاهدات كبيرة في وقت قصير وقد أعجبتكم وأعطتكم نتائج رائعة، وسوف أضع لكم كل روابط فيديوهات إنقاص الوزن التخلص من الكرش في صندوق الوصف لكي تستفيدوا منها. هذه الوصفة التي سأقدم اليوم لا تقل فعالية عن الوصفات الأخرى، فعالة جدا في إنقاص الوزن، التخلص من الشحوم والدهون والسموم التي تكون في الجسم، وخاصة دهون البطن التي يصعب التخلص منها. في بعض الأحيان نجد فتاة أو شاب قوامهم جميل ولكن لديهم بطن بارزة تجعل القوام غير متناسق. بإذن الله إذا داومتم على هذه الوصفة لمدة أسبوع وكل يوم ستحصلون على بطن مسطح وبدون أي أضرار، حتى أن وزنكم سوف ينقص بكيلوات كثيرة جدا مقارنة مع وزنكم. إذا سوف نمر لتحضير الوصفة، والمكون السحري في هذه الوصفة هو الكاكي أو ما يسمى بالكاكا، فاكهة تشبه الطماطم ولكن مذاقها لذيذ، والأهم من هذا أنها غنية بالألياف الغذائية التي تشعر الإنسان بالشبع سريعا ولوقت طويل، لذلك فهي تغني عن تناول المزيد من الطعام، وينصح بإدخال الكاكا في النظام الغذائي للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن. وأيضا سوف نحتاج إلى القرفة. القرفة فعالة جدا في إنقاص الوزن، التخلص من كل الدهون في الجسم، لديها قدرة عجيبة على التخلص من كل تلك السموم والدهون المتراكمة وخاصة في منطقة البطن. أيضا سوف نحتاج إلى عصير البرتقال، حيث أننا سوف نحتاج إلى تقريبا كأس من عصير البرتقال، برتقالتين كافيتين لتحضير هذه الوصفة. وأنصحكم بشرب عصير البرتقال، فهو يعمل على إذابة الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم ويمنح الجسم مظهر جميل. وسوف نحتاج أيضا إلى نصف ليمونة حامضة، والليمون الحامض يعمل كديتوكس أو كذلك يخلص من سموم في الجسم، يذيب الدهون بشكل فظيع جدا، طبعا لا يجب الإكثار منه لكي لا تحدث أضرار ومضاعفات في الجسم. الآن سوف نمر لتحضير الوصفة. أولا سوف نقوم باستخراج عصير البرتقال ثم عصير نصف ليمونة حامضة، سوف نقشر الكاكا أو ما يسمى بالكاكي، في المغرب نقول لها الكاكي، لا أعرف صراحة في الدول الأخرى ماذا يسمونها، أرجو أن تكتبوا لي مكان التعليقات ماذا تسمون هذه الفاكهة في بلدكم حتى نستفيد كلنا. كما قلت نقطع الكاكي إلى قطع صغيرة وبعدها سوف نكمل الوصفة.
إذن حضرنا كل المكونات كما رأيتم. قمنا باستخراج عصير البرتقال مع عصير نصف ليمونة واحدة. قطعنا أيضا الكاكي إلى قطع صغيرة بعد تقشيره، والآن سوف نمر لإكمال الوصفة. إذن سوف نحتاج إلى خلاط كهربائي، سوف نضع فيه حبة الكاكي المقطعة بهذا الشكل. طبعا حبة واحدة فهي كافية. سوف نضع القليل من القرفة، قبسة واحدة فقط، قبسة من القرفة بودرة أو باودر. ثم سوف نضع مقدار عصير برتقالتين، ثم سوف نخلط جميع المكونات. إذن بعدما قمنا بطحن كل المكونات أصبح لدينا عصير بهذا الشكل، لذيذ جدا ومنعش صراحة. طريقة الاستعمال لهذا المشروب السحري: يشرب هذا العصير كل يوم على الريق قبل الفطور، وتداومون عليه، وفي خلال أسبوع ستحصلون على قوام جميل بدون كرش بارزة. وزنكم سوف ينقص كثيرا مما كان عليه في وقت قصير. وداوموا عليها أو على هذا المشروب حتى تحصلوا على الوزن الذي ترغبون فيه. كما قلت، الوصفة ستخلصكم من كل السموم، هي تعمل كديتوكس. وأنصح بهذا العصير عفوا كل الرياضيين والرياضيات، سيدات ونساء، لأنه رائع جدا، سوف يخلصك من كل السموم كما قلت. إذن كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط لايك للتشجيع، شير، اعملوا مشاركة لرابط الفيديو مع أصدقائكم عبر الواتساب، عبر الفيسبوك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكم مني ألف شكر. إلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.